السلام عليكم. الله حيو عم بحاتم. اهلا وسهلا. اهلا بالمختار. حي حي الله. شرف سيدي. شرف شرف. قلت طالما قرب وقت الغداء لاجي اقول لك شو صار معي ومع ابو لطفي وبعدين بنتهون سوا. انت بتشرف كل وقت عم بحاتم. قل لي شو صار مع ابو لطفي؟ لو كنت عم بحكي مع حيط كان اهون من الحكي مع ابو لطفي. هذا هو ابو لطفي من يوم يوم هذا تبعه عنيد وراسه مثل الصوان. قربنا له بعدنا له أخذنا عطينا لكن يفهم لكن يلين. النتيجة لوين وصلت معه؟ حجته إنه عم بيقول المرة جقرة وما لا طوع منوب نوب. ها أيوة. وفوق هالشي عم بيقول إنه جيرك ظافر عم يهدده ويتوعده وعلى مسامع الجيران قايل إنه إذا ما بيتأدب مع أمه بده يروح في سرقنة يعني بده يقتله. شي ظافر قايل الحكي؟ هذا حكي أبو لطفي. لكان ليش قلت بيجي بستفهم من ظافر بوجودك؟ صار شو عليه؟ لا يا ولد وينك؟ ظافر؟ مر معلم. ترك كرشي من إيدك وتعال. يلا أمرك جاي. ورحمة أبو ظافر تحت التراب إنه كل الكلام اللي عم يحكي عمي أبو لطفي كذب بكذب وما له أصل من الصحة بنوب. هاي رب العالمين موجود والوالدة موجودة. إذا بتكون عم تفتح تمها بحرف واحد موجودة الحق راكبني ليوم الدين. شو هالحكي يا ظافر؟ لكان ليش هيك عم بيحكي أبو لطفي عن أمك الله يستر عليها؟ كله كذب وافترى وتجني عمي. لأنه نحن ناس درويش ومالنا معين غير رب العالمين. مالك علي يمين يا عمي أبو حاتم. من يوم اللي أخذها للوالدة لليوم ما ريحها يوم واحد ونازل فيها وبعرضها وبشرفها وبأهلها ما تارك عليها ستر مغطى. حتى سألوا الجيران كلها تقولوا بيشهلوا بهذا الشيء لك عمي. بجوز رجال في وش شوارب كل يوم نازل طرد وقتل بحرمته لحتى تطلع بالقرعة على الصقايح على برق الخلايح كلها. بصراحة شيء ما بيجوز منوب نوب. هالشغلة بتوتر راس الوحل والله. أول مرة مرقنا له إياها والتانية مرقناها والتالتة والرابعة والخامسة بس لا عاد زاق ولا عاد استخى. وأنا ما عاد حملني أعلي ما عاد حملني أعلي. أمي كل يوم تاكل قتل ما بتلقاها الحمير وتطلع بالقرعة على الصقاق. لك بدكن يعني ما أبتلى فيه وأشرب من دمه إذا بيطلع لي؟ بدكن يعني ما قتله كمان؟ أنا بمون عليك عمي ظافر. بتمون عمي بتمون على هالرقبة كمان. الله يرحم والدك. شو إنك جدع يا ظافر. تعيش يا عمي تعيش وتترحم. لكان بهالكم يوم اللي جايين لا تتعرض لأبو لطفي شو ما عمل شو ما بدر منه يا ظافر. بس عمي بركي يعني رجع وضرب الوالدة ورجع عليها ما أقول لك عندي. بس يا عمي أنت ما بتعرف. ظافر عمك أبو حاتم ضرب على صدره شباك. تتمون معلمي بتمون انت وعمي ابو حاتم. برضاي عليك يا ظافر. لا بقى تقرب على عمك ابو لطفي منوب منوب حتى ما يبقى له حجه. ومثل ما بيقول المثل حق الكذاب لورا الباب وبعدها اذا ما زهق لك الحادث حديث. وينك يرضى عليك؟ روح على بيتكم وفرقنا بريحة طيبة. نحن لنا بحاجتكم ولا بحاجة عزايمكم. وبدل ما تعملوا العزايم والأفراح يا بعدي أوفوا للديون اللي عليكم ورجعوا الحق لأصحابه. ايوة يلا يلا دستور يا حليم. شرفوا على قط الضيوف. الحريم وين؟ كلياتنا ببيت الموني. يلا بريم لجوا انت حركي. يا ابو شيطان شرفوا شرفوا. يا حي الله المختار ابو حاتم. يا اهلين وسهلين. يا اهلين وسهلين. يا اخويا اخويا شير ما شرفوا. على سلامة. وين مخالي؟ صلوا حصة مقصود من الكتاب ماني شايفه. اهلين شيخنا اهلين وسهلين شرفوا شرفوا شرفوا. يلا
عرفتهم، ابو حاتم اختار الحاره، والشيخ ابو عبده شيخ الكتاب، وابو احمد الحلاق شيخ السلطات. يا سعدية بدك شو تتفرجي على عجائبك عجائب؟ تعيني نفسك بالاكل حقيقة يا واد. شايفين جايه مرتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله يطرح البركه فيهم. اللهم زيد وبارك. الله في بعد تحمل القشاش عشان نعمة ربي، تلدوا على اصابعي على قد مو سخنين. لك عيب عليك يا سعديه، حرام هالحكي، هي نعمه رب العالمين. استغفر الله. قبل لي اصابعك مي بارده بخف حرارتهم. عم بقول لهم مرت عمي، عم بقول لهم بس هي الاكله نار على حله. شو الاخبار؟ طمنوني يا جماعه. طمن بالك تخبرني. كله تمام تشكل آسي. إيه بزمتي بزمتي لحتى ضيوفك ياكلوا اصابعهم. انه رايك هيك هالقشه؟ الله يسمع منك يا سعديه. دوق تقبرني دوق. حتى اثبت لك اني احسن من طبخ قشه. مزبوط تقبرني سعديه، هي اللي طبختها للقشه، وانا وامك عملنا عليها تشريفات. بدك تقول كوموندا يعني؟ لا ما يسلموا ايديك ولا يعطيك العافيه. لك امي خالد ما شايفه وينه؟ السل هلا ما رجع. لك شكل شيخ الكتاب تبعه ذات نفسه صار عنا بالبيت. وين ما في هو؟ بيكون حيصلحوا هون ولا هون؟ هلا بيجي تقبرني. شفتي اخر الدلاله قال لهم مين؟ شفتي؟ هي بدل ما يجي بريم الكتاب لعند مني لهون حتى يعيني بالضيوف. شعوا فلتان الزقايا هلا. يو تقبرني انت لا تهز بدنك، شو بدك نحن من عينك؟ عندك ضيوف هلا. ماشي، هلا عجلوا واسكبوا الاكل، من جاية خالد تبعتوا سكبه لبيت ام هديه وسكبه لظافر وعاشور بالزريبه ومن راس العرمه. ها؟ اجا خالد. هي دقته. فاضي يرد عليك يا شيخ عبدو. ان شاء الله عبال فرحتك واولادك يا عمر. انا بصحة وعافية ان شاء الله. عوافي عوافي ان شاء الله. خيركم من اطعم الطعام. عزبنا الحجة معلم عمر، يسلموا ايديها ويدين الجميع والله يطول بعمرها يا حق يا سيدي. اما اكل تشي بتتترخ والله. الحجة من يوم يومها ما حدا بكل الحارة بيقدر يجيب طبخة. فقدم ذوقنا يا جماعة. فشو رايكم نبت بهالموضوع هلا وبلا ما ناجلها ليوم الخميس الجاي؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. شو علي يا ابو حاتم منبت فيه هلا؟ شو بتقول يا معلم عمار؟ الراي رايكم عمي ابو حاتم، انتوا شو بتشوروا ونحن جاهزين. يا مختار هلا خلونا فرشين ومستعجين بمعيت الله وبعيدكم وبلا ما تفوتونا بمشاكل الحاره. لاحين على عيش دو لاحين، يعني ايمونا مشاكل الحاره ليوم اجتماع العروات. الشغلة ما بدها لا شط ولا مط يا أبو أحمد، كلمتين ورد غطاهن. إيه من هاللحظة هي خلونا نبعت اثنين من أعضوات الحارة على الميدان لبيت الدنان يبحثوا معهم مسألة مشترات البيت. كمان منيح. منيح هالحكي يا مختار، وطالما هن مو ساكنين للبيت ولا باين لهم ضوء إنهم راح يرجعوا الحارة، فالجامع أولى فيه يا أخوان. وهي المسكين أبو محسن له معهم دينة من سنين وأيام، من حق البيت من وفي دينة الزلمة. وبركي مرضوا يبيعوا بيت الدنان يا مختار. نحن منشوفهم وبنحكي معهم وعلى ضوء رأي الجماعة منقرر يا شيخ عبدو.
ولا مو هيك يا معلم عمار؟ عم تحكي درار يا مختار. عم تحكي تمام يا مختار. إيه لك، أنا اتكلنا على الله. إذا على بركة الله وسمعونا الفاتحة على نية التوفيق. يا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم تساوي عندك لك سعدية؟ شو وقفك قدام أوضة الضيوف؟ وعلى مدبب إن شاء الله. لك أنت ما عدت بطلي هالعادة؟ ما عدت بطلي هالعادة السيئة هاي؟ وعادة مرت عمي، عادت تنصيت على كل شهر دوار دره البيت. أنا ما كنت عم بتنص. نعم. رجال وقاعدين عم يتحادثوا مع بعضهم البعض، شو اللي حشرك بيناتهم؟ لك احكي يب، بركي عم يحكوا لهم شي كلمه نازله، كلمه طالعه، ما لازم تسمعها الحريم، ضروري تطلعي على اسرار الظلم وحديثهم كمان يا بعدين. بركي كانوا عم يحكوا عن قصه الجواز، حلوه يعني ما احس وما اقدر الا جوزي متجوز علي وجايب لي ضره محمومه على قلبها تقعد بخلقتي، هيك بيكون احسن؟ انا ما بحب المي تمشي من تحتي وما اكون حاسه. لك انت منين بتخلي هالحكي هذا لك سعديه؟ منين بتالفي هالروايات هي؟ طالما ابو احمد الحلاق شيخ سلتي جوز التنتين قاعد جوا معهم بضل قلبي فاير وماني مطمنه. مالك مطمنه؟ هلا استعجلي وطبي البعلوزه وقيمي من راسك الوساوس هي. يق لك حركي. الله عليك الله عليك، شو نكت يا ابو احمد. هذا ابو احمد فاتي جلساته يا مختار. حكيك مضبوط يا معلم عمر. بس ما بس والله خشيتوني يا جماعه. الله اكبر. السلام عليكم. تفضل تفضل يا جماعه. الله يخليك. اهلين عمو اهلين. ايه شو هاد عشة وبالوزة كمان؟ هذا حكي من هال. هلا جلسة طابت عمي. والله الله الولد عليك. تسلموا يا عيني. عصي معلمي بهالمشوار ولا ناوي يشغلني دوامين فوق الفلقة اللي أكلتها اليوم؟ شو هاد يا؟ المهم يا سيدي، وقتها المعلم عمر تجوز بنت شريكه لأبوه. ايوه. وشريك أبوه المسكين كان مقطوع من شجرة وما عنده غير هالبنت. ايه وبعد ايه؟ الرجال كان زنجيل ومليان كتير. حلو. وقتها لما ضعف ضعفة الموت جمع كل عضوات حارة وجهاتها. نعم. وكتب كل مالكاناته باسم بنته وحط المعلم عمر وكيل الرسمي. نعم نعم. وقتها المعلم عمر كان يدوب بالعشرين سنة. سيدي المهم. المهم يا سيدي، قبل ما يموت أبوها خلى المعلم عمر يحط إيده على شواربه من شان لا يطلقها ولا يتجوز عليها، وشهد كل الحاضرين على الشيء. هاي القصة بنعرفها أبو أحمد من الأساس، بس بدي أفهم أنت ليش كنت عم تنكشني لما قلت المعلم عمر عبال الفرحة بولادك؟ شو بنا شيخ عبدو؟ شو بنا؟ لا لا ما كانت تفوت في راسك. لا سيدو ما فاتت راسي، فوت أنت براسي. لك مو طلعت حرمت المعلم عمر ما بجي ولاد؟ هاي القصة بنعرفها بس بنعرف إنه عم تتعالج. عالجوها وما قلوا حكمة تعتب عليهم، بس ما في أمان. سبحان الله، ما بتكمل مع البني آدم يا أبو أحمد. المهم سيدي. نعم سيدو. وين بدك عشينا الليلة؟ اطلع من البواب أبو أحمد، اطلع من البواب. لا يا شيخ عبد الله، بعرفك كريم. يا سيدي كريم، وهلا بطلنا الكرم. يعني ما بدك تروح معي على الحمام مشان نتعشى بالمعية؟ لا سيدو، عندي شغل، بوقت افضى بالحقكم. السلام عليكم. شو عليه يا شيخ عبدو؟ إذا ما بورطك الليلة بعشاء يخليك تنط ما تحط، ما تكون اسمي أبو أحمد. لك
خليك عنا أم سادق، خليك عنا. ما بقدر تقبريني يا أم عمار، صار لي من على بكرة الصبح عندكم. إيش شايفتكم ومالي مصدق أنا؟ وين وين عمتي وين؟ لوين يعني؟ على البيت تقبرني. إيه ما في روحة، بتنامي الليلة عنا. ما بقدر عمار تقبرني، ما بقدر أترك البيت. شي؟ شو حيتاكل البيت لك عمتي ولا حينسرق؟ بعدين الدنيا صارت ليل، خلص نامي الليل يوم. برضاي عليك عمار، خليني روح. لك يا عمتي لسه ما شفناكي مثل عالم الناس. يعني لازم اقعد شهر لحتى تشوفني مثل عالم الناس؟ خلص بقى. لك عمتي طوال النهار انتم مشلوشين بالطبخ والنفخ، هلا هيك بالسهر على مهدا ومتركن عليكم، الله يرضى عليك يا عمتي. خليك عنا تقبلي. ايه عمتي الله يوفقك، الله يخليك يا عمتي، يلا خليك عنا بلا بقدر برسيس. الله يوفقك، خليك عنا عمتي. شايفت لكم الشغله رح تصير عن جد؟ سمعه والله. ايه بزمتي بزمتي ما رح خليك تروحي، وهي اللي ملعيلك كلمة جوزي بدها تمشي ولا لا؟ لا إله إلا الله. العفو يا عم القليل. ها أهلي عمي ماجي. إيش هلا الصغيرات زراف عم يا أبو قليل؟ زرافة على كيفك. نسلم عليك معلمي أبو أحمد، وبيقول لك زبط له شي ربع رطل سودا على كيفك. ربع رطل سودا لمعلمك؟ من له البهنكة؟ يا دوبه بالشهر كله ياخد ربع رطل لحمة هو. أبصر أبصر شو مبدل الأحوال. جهز لي ياهن عمي أبو خليل بما أعمل لي فتلة وارجع لك. ماشي؟ ماشي عمي ماجد، على عيني وراسي. شو أبو أحمد مطول؟ رح ينشف صابون على دقني، عجل شوي يرضى عليك. لا تاكل هم صحي، ضل برغي لك صابون ليوم الرغي. أنا من شان ما لفكك بالحلاقة. خفة شوي سيدو خفة. ها وهي سنيت لك الموس، سني أخت أختها مشان أشلك أحلى أشي. ها السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين معلم عمار. أهلين بسيد الحارة كلها. شو قصتك مع محمد لك أبو صبحي؟ شو راحت اشتكت لك علي هالمقطع؟ الله لا يوفق اللي كان سبب بلوتي معه. لك حكوني حكوني شو القصة؟ أخي لا في قصة ولا في رواية، البيت اللي مأجره الأم حمدي بدي بيعه. حرام ولا عيب هي كمان؟ وعم تقول هيك وما لك مستحي؟ لا تغلط معي يا معلم عمار. ها أنا لهلأ ما فهمت ليش أنت بدك تبيع البيت وليش المعلم عمر عتبان عليك. يعني ليش البني آدم بيبيع بيته؟ يا بيكون مدعي يا بيكون مديون. بس ما شاء الله أبو صبحي الله عطيه من عالي سماء ورازقه، يعني مو ناقصه، محسوب على أكبر تجار حبوب بالشام. لك آخ شو بده الواحد يحكي ليحكي بهالأيام السوداء يا جماعة؟ ليش صفي تاجر ولا تواجه؟ لك كانوا أهل الشام يمولونهم 10-15 كيس قمح، هلا العالم من القلة عم تشتري بالرطل والرطلين. مالكن يمين علي إنه عندي ديون مستحقة للدفع مأجلة من سنة. بقى شو قلت لحالي؟ قلت لحالي يا أبو صبحي بيع هالبيت، منه بتجوز ابنك صبحي ومنه بتوفي ديونك. بعدين أنا ما قلت لها الحرمة يطلعي من البيت، هي مرقت لعندي مبارع الدكان مشان تعطيني الإجرة، ومن كلمة لكلمة قلت لها يا أختي يا محمدي هذا البيت ناويين نبيعه، يا ريت تلاقي لك بيت غيره. أي بس كلياتنا بنعرف البير وطالك عمي. هيا ابو احمد شعو الدم منك سألو، هو عضو من العضوات وبيعرف الحرمه منين تصرف على الايتام. لك يا عمي انتوا اثنين معكم حق، وكل عاده الى حلال، انتوا رووا بس. عرفت شو صاير معي بهالايام العاطله يا معلم عمار؟ اي خلاص عمي خلاص وصلت، حبيدك حبيدك، بس بتضل الحرمه ابدا، ويا ريت تاجل بيعت البيت لما نلاقي لها دوباره لهالمسكينه. ماشي على راسي وعيني، رح أجل بيت البيت لبين ما تلاقوا لبيت للحرمة. تكرم معلم عمر. ايه ها الله محيي أصلك. الله يسلم هديك. نعيم قال الله ينعم عليك أبو أحمد. خلي ما بيصير ما بيصير خلي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. سلام أخي صبحي يا حي الله، مع السلامة. لك أبو أحمد والله شي بيحط له على الكف. شو بدنا نعمل مشان محمد والأيتام اللي عندنا؟ سيدي بعد بكرة بيجتمع مجلس العضوات وبنلاقي له حل. أشي ولا أحلى؟ لا أشي أشي، بس الله يرضى عليك خف إيدك شوي لأن عندي 100 شغلة أنا. لك أدريت شو صار مبارح سارة الحمام؟
شو صاير؟ موفى قرايبه الاظافر سمعوا كلام ما بينزل لا ببان ولا بميزان من شان موضوع امه الله يستر عليها. ايه شو ايه؟ علقت بيناتهم وصلت للشيطان الرجيم. ما بتعرف انه ازعر وفتان ورمى بلا من يوم يومه؟ بعرفه يا معلمي، كيف ما بعرفه؟ بس بصراحه كلام بموضوع الوالده كان مزبوط. شي مزبوط ولا مو مزبوط؟ من هو هالنص السايس لحتى بتبني هيك مشاكل؟ ها لك شو، نحن مالنا كبير بالحاره؟ شو شغله العضوات والجهات لكان شو شغلتهم؟ مزبوط يا معلمي، بس بصراحه مطط وشطط كثير هالقصه، وانا كل مالي عم بروج من هالابو لطفي، خايف شي نهار تفلت معي وما اعرف شو ساوي فيه. رح ازعل منك لك ظافر. ها عمك ابو حاتم المختار ما دعا على صدره قال لك حيبت موضوع الوالده بمجلس العضوات؟ مظبوط معلمي، بس شو؟ يا ظافر انت تريك هيك امور المعلم عمر والعضوات، ليش لا تهز بدنك وبدن غيرك؟ خلص مش معلمي، انا ما بقى اتدخل بنوب وما عاد تعلق مع حدا مشان هذا الموضوع. خلص ما عاد تعلق مع حدا مشان هالموضوع. اكيد ها؟ اكيد. خلص لك يا ظافر، انا الغريب عم واقف جنب منه، شلون انت والوالده؟ علي جيري بغلاوة اهلي انتو، شغلة بدها تروي ومهدوي مو هيك؟ الله يديمك يا معلمي، ما يحرمنا من ذلك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، روح شوف شغلك انت يا هلا، روح يلا روح. معلم قبل ما انسى، مرق الشيخ ناصر بده 30 راس غنم الاسبوع الجاي. شو عليه ياخذ له يا روح؟ اذا هيك صار لازمنا غنم معلم. انا ان شاء الله بهاليومين رح امر على البادية عند ابو شهد اذا هو ما اجا. روح دغري يلا. وقف طريقك ما ترد عليها. اوهو علينا وعلى هالقصه ما خلصنا منا بقى. موجود خير؟ شو فيه؟ ألزوم يا خوي عاشور ارتكب المعلم عمر واقول له عن السالفه. وغوشت اللي صار شي بالطراش؟ لا ابد. يا عليم الله اللي بيشوفوا الشكول امن ايامي عندكم بالباديه. يا خوي عاشور اترجاك تاخذني لعند المعلم عمر او دز له خبر يجي لهين بالحال. يعني ما رح تقول لي شو صاير معك؟ بصراحه ما اقدر اقول عن اللي جرى الا للمعلم عمر يا خوي عاشور. ناكلها دوم بالعز ان شاء الله ابن عمي. بعطين وعافية رب سعدوه. على قلبك تقبرني. تفضل يا مو صف حلقة بكاسة الشاي. اي والله من يد ما نعدمها. انت خالي خد يا مو. سلم ايديك يا مو. لك ما لسه معانا الباب عم يقلق خالي. لك ما تقوم بتلاح رح تفتح الباب. قوم. يلا قايم اخي. يا مو شوي على أخوك، قال انكبر ابنك خاوي. يو بركة صار بطولك، مو حلوة منك هالطالعة والنازلة عم تعيط وتشيط عليه. لا تواخذيني أمي، كان لازم يضل قاعد منجعي بحضنك وعم يشرب الشاي وأنا أقوم براسي يفتح الباب. مو هذا قصدي لك أمي، يعني أنت صاير ناقوزي، الواحد ما بيقدر يحكي معك كلمة إلا بتقب وشه مثل النار، لك ابني اللي يكون ما عمل لك شي عمر. أخي جاي عاشور ومعه ابو شهده تبع المراعي ومزعزع ومرعوب المسكين. ابو شهده شو جاب ابو شهده هلا؟ اعوذ بالله من الشر. عود انت يا عود، عود عندك بحضن امك، حريم الله منطلاتك بيت الباي غير حريمي. لك ابني بتعرف اخوك نزق ونيراني، نطه بفتح الباب اواه. ليش ما تفتح الباب سعديه يا مو؟ ولا انا لازم اعمل كل شيء بهالبيت؟ اسكت تحكي هيك، خود اشرب الشاي واسكت. خيرك ابو شهده في شيء صاير شيء؟ بصراحة يا معلم عمر صاير. ولك شو صاير؟ لعب الفار بيعب يحكي لي شوف اللي. بس اليوم احكي وياك على انفراد يا معلم عمر قبل لا تنفض على المصيبة، وجنابك منبه علينا ما نبوح بأسرار الشغل حتى ما ينال منك حد لا سمح الله. يا ساتر يا رب. عاشور روح انت عزري بروح.
حاضر معلم حاضر. وانت جوا مش قادر تفوت، زعتني بدني فوت احكي لي جوا تعال. بسم الله. يلا يا رب، يلا خذوا طريق، يلا. شو عم تقول لك ابو شهداء؟ مثل ما اقول لك يا طويل العمر، الوسم، الوسم فطس نص الغنم. نص الغنم؟ يا ساتر استر يا رب. من شان هيش انا جيتك من المرعى مثل برق المطر يا طويل العمر. حسبنا الله ونعم الوكيل على الخبريه اللي لا على البال ولا على الخاطر. اي حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مو يا مو شبك لك ابني؟ ليش راقد وراي هالرقده؟ بدي افسد لك عمرت اخي عمر. شو عم تساوي يا مو؟ وشو عم تساوي مرت اخوك عمر لك ابني؟ عم تتنصت على اخي عمر وعلى ابو شهد البدوي. شو عم يحكوا؟ يو تتحور على الحرمه على هالطبع اللي ما كانت تبطله. روح تقبرني، نروح ناديه لهلا قوم يطلع اخوك وشوفه عم تتسمى عليه، يمكن لقيم قيامتها لكركم. خليه يشوفه وخليه يقيم قيامتها بقى، خليه تتربى بقى يا مو. لك ابني اخوك لما بيطلع خلقه بيطلع خلقه على الكل، والبلا عنده بيعم على الجميع. بقى روح تهدي لها تقبر قلبي، لانه اخوك بهاليومين صاير اخلاقه براس مناقيره. مرتحمي مرتحمي. ها ذكرنا القط قمط، خلصتي تنصيت على جوزك وضيفه سعديه خاله؟ لو تعرفي شو سمعتي يا مرتحمي. شو سمعتي لك سعديه؟ فوشتيني، تعي احكي لي. ما بقدر احكي هلا مرتحمي، الارض مسكونه. يا مو خالي تقبرني، طلع لفوق جيب لي المسبحة الألفية وتعا قوام قوام. فهمان عليكم يا مو، كنت ارتفوني مو. لك ابني ليش لحتى انقرت فاك؟ يو بدي المسبحة الألفية، بدي امسك لطيفية إلك ولطيفية لأخوك عمار. طلع بلا ما هي صي، يلا تقبرني يلا قوام. قولي على قامتي يا مرت عمي، قولي على قامتي، قولي على قامتي. شو حال الابن عمي عمر؟ قولي على قامتي، احكي شو حال الفيل وحوشتيني تقبريني احكي. يا خالد روح جيب الفولات، ويا خالد روح لعند عندك ام صادق على البيت، ويا خالد روح جيب الالفيه. لك ايش ما في غير خالد بهالبيت. كل اللي فهمته يا مرت عمي انه جاي وسم على الطرش ورايح نصه والعياذ بالله. ولي على امه عاد بزكي وبتصدق مو مخلي على حاله شي بنوب بنوب. وابو شهد طلب من ابن عمي يدبر مصاري دغري مشان يشتروا طرش جديد لحتى ما ينتزع اسمه بالسوق. رد علي ابن عمي وقال له مو حيلته نقله وحده بهالوقت. ولي على امه شو بدي اعمل هلا؟ شلون بده يتصرف؟ بيدبر الله مرت عمي، بيدبر الله الا ما يلتقى له شي حل. يا ريت يرضى ياخذ الذهبات اللي حيلتي ويفك ديته فيهم. إيه ما بيرضى ياخذ من حدا، عنيد وراسه يابس. كمان عقله ترس التاني. ليش انا ما كعيت فيه بزمناته وقت انداق واحتاج مصاري؟ إيه فتحت له صندوق وقلت له خذ تقبرني، هي مصاريه كلهم على حسابك. إيه ما رضى ياخذ برغوت واحد، وقت هددني وقال لي شوفي يا سعديه اذا مره تانية بتجيبي هالسيره ما بتلومي غير حالك. قمت انا خرست وسديت بوزي. هذا اخر الصرف تبعه، لو كان عم يضب ايده ويدير باله على مصاري كان عطى ابو شهده مصاري واشتروا طرش دغري. هاتي يا ما قلت له وصحته انه دير بالك على مصاريك يا ابني وخبي قرشك الابيض ليومك الاسود. هو اذن ممتين واذن عاجل. مزبوط مرت عمي، والله حكيك مزبوط. لك ابو لما كان بعمره كان كل سنه يشتري بيت ومال كان ودكان من كده وعرق جبينه، وهي ابو صار له ميت 6-7 سنين وهو لهلا ما قدر يشتري كرسي قش، وكل شي بيجي بيصرفه على العزايم والسيارين والبهنكه وبيعطي هادوات. احسن ما يكون بخيل وبيده ماسكه مثل ابو. لك شو اكبر برينت الثانيه ولك سعديه؟ لا لا ما في شي مرت عمي، بس عم فكر بدوبارة تخليني ساعد فيها ابن عمي بدون ما يحس. يا ريت التقى دوبارة نحسن مده بالمصاري بدون ما يعرف. ان شاء الله مرت عمي ان شاء الله. جيت يا ابو خالد جبت لي المسبحة الالفية؟ اي مو علي هالبواب يا مو، خلصتوا حكي انتو تنتين ولا لا؟ لانه فتر راسي وما كنت لاقي المسبحة. وينكم يا بنات؟ استحيك شحلي ابن عمي صادي الله يرضى عليك. ابريم على المطبخ ضبطي لي غدا معتبر للضيف. ها يلا على عيني. ابن عمي ابن عمي شو بدك؟ خير تقبلني؟ كأني شايفه وشك متغير. خير باك شي؟ متغير ولا مو متغير؟ انت على نصتك. ها فوتي شوفي شغلك يلا. حاضر.
كلنا عملت منيح يا ابو شهد، انك ما جبت سيري قدام حدا من شغيل تسريبي. عملت منيح. وانا سويت هيش يا طويل العمر؟ لاني اعرف طبعك يا معلم عمر يا اخوي. المهم ابو شهد، انا باذن الله بهالكم يوم راح ادبر حالي وامي مصاري، وانا براسي راح اطلع عنده منك عالبادي. لكن هذا الشيء يا طويل العمر ما يحتمل التاخير، والا يطرون زبايننا من ايدينا. وانت ترى بعرف هالشيء، بعرف، بس باذن الله ما راح يطلع لنا زبون. المهم تدبر المصاري وكل شيء هم عون الله. وكل الله يا ابو شهد، اقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تدبر المصاري بقرب وقت يا رب. قريضة لك سعدية، كنت سايرة فهمي منه شو السيرة؟ ليش خلاني سايرة ولا ناقدة ولا عامدة ولا كبرت عمي؟ والعياذ بالله، وشو عم يقدح شرار؟ صار انك وشتي على المشاكل والخناق من تحت اضافير ولا مكوشة؟ مهم هلا نحن نفكر ونبحبش على دهاليز وبواب توصلنا لمخ عمر. لازم مرت عمي لازم، ولازم ندبر له المساعدة إلا ما يلتقى شي دوباره. يا رب، ولي على أمه، ولي على أمه، خايفة عليه من كتر الحصر والتفكير يصير له شي كائنة يا سعدية. لا تاكلي هم من هالناحية مرت عمي، لا تاكلي هم. إن شاء الله من هون لعشية بتكون الدوبارة اللي خطرت ببالي هلا استوت على المزبوط. الله يسمع منك يا سعدية. بس أنا برأيي خبر عمتي إن صادق بالموضوع. هيك قلتي؟ معلوم مرت عمي معلوم، لأنه بيطرى على إيده وبيسمع كلمتها. يا ربي.